بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة عبر فيها سمو عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته القلبية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لفخامته سائلا سموه المولى عز وجل أن يديم على فخامته موفور الصحة والسعادة واعرب سمو في برقيته المهنئه عن ارتياحه بما تشهده العلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين من تطور ونماء في شتى المجالات